الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أنا سيدة سعودية عمري 41 سنة، تم اكتشاف الورم عندي في مستشفى الملك عبد العزيز بقسم الإشاعة، والحمد لله الآن أتمتع بصحة جيدة، وأشكر كل الشكر قسم الإشاعة في مستشفى الملك عبد العزيز وعلى رأسهم الدكتورة ملك علوي. وطبعا طريق العمل من مشاعي وريم وتغريب وجميع الفنيين في قسم الإشاعة، والآن أتمتع بصحة جيدة والحمد لله.